السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين. اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين، ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ، واضاف ان العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف. بعد الرشيد الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات. أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين. وقال مصدر في المصرف إن المصرف أطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين، لافتا إلى أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات. وأضاف المصدر إن الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية. البنك المركزي يصدر توجيها للمصارف بشأن طلبات القروض للمواطنين والموظفين. أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي أن البنك المركزي العراقي وجه المصارف أي الرافدين الرشيد العراقي للتجارة بالاستمرار باستقبال طلبات الزبائن بخصوص القروض الشخصية الميسرة. وقال المحمداوي في بيان أنه ورد إلينا العديد من المناشدات تفيد بعدم التزام المصارف الحكومية بقرار مجلس إدارة البنك المركزي ذي العدد 9 لسنة 2021 على منح شريحة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمؤسسات الأمنية المواطنة رواتبهم لدى مختلف المصارف قروض شخصية بقيمة 15 مليون دينار من مبادرة البنك المركزي العراقي 1 تريليون دينار. وأضاف خاطبنا البنك المركزي بضرورة التأكيد ومتابعة المصارف الالتزام بقرارات البنك بخصوص هذه القروض، وبناء على مخاطباتنا فقد استجاب البنك المركزي وأكد على مصارف الرافدين الرشيد العراقي للتجارة بالاستمرار باستقبال طلبات المواطنين بخصوص القروض الشخصية الميسرة. البنك المركزي وضح بشأن قروض المشاريع التنموية. أكد البنك المركزي العراقي أن عملية تمويل قروض المشاريع ترتبط بمدى أهميتها في تنمية الاقتصاد العراقي، وأن البنك يجري مراجعة دورية لآليات الإقراض وفقا لمتطلبات الظروف الاقتصادية والمالية. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مخول في البنك أن اللجنة المختصة تقوم بوضع آلية منح القروض توجيه سياسة الإقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في العراق، وأقرار المشروعات التنموية المرفوعة من المصارف والتي تستهدف التقليل من استيراد البضائع والمنتجات وتوفير عدد أكبر من فرص العمل للشباب وتأسيس صناعة محلية متطورة. أضاف أن سياستنا تدعم وتشجع إقامة المدن الصناعية والزراعية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي، وتعمل على تبسيط الإجراءات للموافقة على إنشاء المشروعات المرتهنة بموافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة. أضاف كما تعمل تلك اللجنة على مراجعة آليات الإقراض والتوجيه بشأن تعديلها وفق متطلبات الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي، كما أن اللجنة صلاحيات استضافة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعها وتأليف فرق فنية لمناقشة تنفيذ القروض، وبشأن أولويات منح القروض بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية وما إذا كانت القروض تقتصر على المشاريع ذات البعد الاستثماري. أوضح المصدر أن أولويات القرض للمشاريع الاستراتيجية تتلخص بمدى تأثير المشروع في عملية التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة عن طريق استقطاب شرائح متنوعة من فئات المجتمع بمختلف القطاعات، بما يضمن تسريع عجلة التنمية المستدامة ليتعافى الاقتصاد وتتنوع مصادر الدخل فيه. كما لا يقتصر تمويل المشروعات على البعد الاستثماري فحسب، بل يذهب التمويل إلى منح قروض سكنية لغرض تسهيل طلبات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية داخل وخارج المجمعات السكنية الاستثمارية.